تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه حتما، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا. كم مرة قد ضقت من عظم البلاء. As you can see, we got the book اللوامع الأنوار. Okay, and Imam Safarini says that Al-Sunna wal-Jama'a are three different groups. Al-Athariyya wa Imamuhum Ahmad ibn Hanbal. That the Atharis, whose leader is Ahmad ibn Hanbal, and the Ash'aris, whose leader is Abu Hasan al-Ash'ari, and the third one is Al-Maturidi, whose leader is Abu al-Mansur al-Maturidi. Okay, so no problem. You could hold the view that Imam Qudama held the view that the Ash'ara al-Bid'ah. No problem. I hold the view of Imam Safarin that they're not from al-Bid'ah. They're from Ahlus Sunnah Jama'ah, generally speaking. Because like I said, Aqidah is general and it's comprehensive. And the general framework is that the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the Ash'ara and the Maturidiyah and Athariyah are inclusive of that. Generally speaking, obviously they are part of that framework. Jahmiyyah are not. Shia are not. Mu'tazila are not. Qadariyya are not. Khawarij are not. Mushabbiha are not. All of these are not from the general framework of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. The Ash'ariyah are part of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. They are part of this body. Okay. Yes, we have issues with them in terms of Asma wa Sifat, in terms of that particular side, but that don't kick them out of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. المسألة الرابعة، تحقيق مذهب المؤلف السفاريني في ضابط مذهب أهل السنة والجماعة وحدوده. وهذه المسألة من أكثر المسائل التي تناقش فيما يتعلق بهذا المتن وبالسفاريني. عرف السفاريني رحمه الله مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، فقال: هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة. وهذا تعريف صحيح وإن كان مجملا، ولكنه يبين أن الحق أن مذهب السنة والجماعة يبدأ من سلسلة الصحابة، فأول طبقة من طبقاتهم الصحابة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في شرحه لوامع الأنوار يدل ظاهرها على أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، حيث يقول: فائدة أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. ولكن هذه الفائدة ليست محررة، ويظهر من كلام المؤلف في كتابه لوامع الأنوار أنه لا يقرها ولا يأخذ بها، أنه لا يقرها ولا يأخذ بها، ويدل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السفاريني أعاد ذكر هذه الفائدة مرة أخرى ونسبها إلى بعض العلماء، ثم عقب عليها بما يدل على مخالفتها للنصوص الشرعية، حيث يقول السفاريني، طبعا يقول: قال بعض العلماء، وأظنه يقصد هنا صاحب كتاب العين والأثر عبد الباقي البعلي، العين والأثر هو الذي عبد الباقي الحنبلي هو الذي نص على، وهو من أوائل الحنابلة الذين نصوا على أن أهل السنة والجماعة يشملون ثلاث طوائف، وهو متقدم على السفاريني. والسفاريني كان يشرح كتابه هذا للطلاب، فهو على علم بما في هذا الكتاب. قال بعض العلماء عن أهل السنة: هم يعني الفرقة الناجية أهل الحديث، يعني الأثرية والأشعرية والماتوريدية. قلت، يعني السفاريني: ولفظ الحديث يعني قوله إلا فرقة واحدة ينافي التعدد. ولذا قلت، يعني السفاريني يقول: ولذا قلت وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فهو بين مراده من نظمه، وأنه يقول إن الفرقة التي تحقق النجاة
وتحقق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة وهي أهل الأثر. الأمر الثاني مما يدل على ذلك أن المؤلف ذكر أن الأشاعرة يدخلون في الرأي المذموم, أن الأشاعرة يدخلون في الرأي المذموم حيث يقول: وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل. وأصحاب الرأي يعني الرأي المذموم, تعرفون أن الفقهاء كانوا يذمون أهل الرأي. من هم أهل الرأي عند الفقهاء في 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 تصور السفاريني؟ قال: هم أهل القياس والتأويل كأصحاب الإمام أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري وأصحاب الرأي ضد أصحاب الظاهر من داود من أصحاب داود وابن حزم ومن نحى نحوه. قال هذا الآن فسر أصحاب الرأي. قال: وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من أتباع المأثور. الآن قال إن أصحاب القياس هم أصحاب أبي حنيفة, وأصحاب التأويل هم أصحاب الأشعري أبي الحسن الأشعري. ثم قال: وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من أتباع المأثور والمرور كما جاء مع التفويض واعتقاد التنزيه بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغض النظر عن تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا لأنه نسب التفويض إلى أهل الأثر, ولكنه بيّن بأن أصحاب التأويل المذموم هم ضد أهل الأثر, وبيّن أيضا أن أصحاب التأويل يدخل فيهم أتباع أبي الحسن الأشعري. الأمر الثالث أن السفاريني أورد عددا من أقوال الأشاعرة المشهورة عندهم جدا وحكم عليها بأنها ظاهرة البطلان وجعلها في مقابل مقالة أهل الأثر, حيث يقول: ومن الناس من يجعل رحمة الله وحبه تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة, وهو قول الأشاعرة المشهور. قال: وهذا ظاهر البطلان. ثم قال: وقلنا نحن معشر أهل الأثر لا يخفى على عاقل فيهم ولا مؤمن سليم أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا وإرادته تعالى ومحبته ورحمته بالنسبة إليه. فتلاحظون أنه حكم على قول من أقوال الأشعرية المشهورة جدا بأنه ظاهر البطلان. فكيف يكون ظاهر البطلان في قضية من أصول الدين ثم يكون يمثلون هم أهل الأثر فرقة واحدة؟ Due to the fact that the people of this religion have differed, for from them are those who negated all the attributes, but affirmed the names, and they are the Mu'tazila. And from them are those who negated the attributes affirmed by reports, the action connected to Allah's will and affirmed seven attributes, such as the Ash'aris and those who agreed with them. While the doctrine of the Salaf, the rest of the Imams and the majority of the Ummah is to affirm the attributes of essence, the beautiful names, the attributes affirmed by reports, and the attributes connected to his will. In conclusion, the Mu'tazila are in agreement with the Ash'aris, while the Ash'aris are in agreement with the Mu'tazila, that this Quran contained within the two covers of the Mus'haf is created anew. The only difference between the two factions is that the Mu'tazila did not affirm any other speech for Allah except this, whereas the Ash'aris affirmed Kalam Nafsi subsisting in Allah's essence. Whereas the Mu'tazila say, the speech of Allah is created. The Ash'aris do not consider it the speech of Allah. Yes, they call it the speech of Allah, but only metaphorically, and that is the belief of the majority of their predecessors. Everyone who metaphorically interprets the divine attributes does so based on assumptions and without evidence. He has exceeded the limits, overreached and ventured into the abyss of destruction, and has fabricated falsehood. The meaning of the phrase "everyone who metaphorically interprets the divine attributes" refers to those who attempt to interpret the divine attributes in a manner that contradicts their apparent meaning, or twist the wording to imply a different meaning, or interpret it metaphorically. This is considered by the scholars of the Salaf as one of the reprehensible innovations in matters related to divine attributes. قد ذم السلف الصالح الخوض في علم الكلام والتقصي والتدقيق فيما زعموا أنه قضايا برهانية وحجج قطعية يقينية, وقد شحنوا ذلك بالقضايا المنطقية والمدارك الفلسفية والتخيلات الكشفية والمباحث القرمطية. وكان أئمة الدين مثل مالك وسفيان وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي
يبالغون في ذم الكلام وفي ذم بشر المريسي وتضليله، حتى أن هارون الرشيد خامس خلفاء بني العباس قال يوما: بلغني أن بشر المريسي يقول: إن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني به الله لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا. فأقام بشر متواريا أيام الرشيد نحو من 20 سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه التأويلات التي ذكرها ابن فورك، ويذكرها الرازي في تأسيس التقديس، ويوجد منها في كلام غالب المتكلمة من الجبائي وعبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. وقد سئل بن بدران الحنبلي المشهور عن معنى كلام السفاريني الذي أورده هنا، وأن أهل السنة 3 طوائف، وبين ابن بدران أنه لا يدل على أن أهل السنة عنده 3 فرق، وإنما هي فرقة واحدة، حيث يقول ابن بدران: فصرح بأن الأمة سوف تفترق إلى 74 فرقة، وأن المحق من هذه الفرق كلها إنما هو فرقة واحدة وهي أهل الأثر. ثم ذكر ابن بدران عدد من صفات أهل الأثر، وقال: وهذا تصريح منه، يعني من السفارين رحمه الله، بأن الفرقة الناجية واحدة، ليس إلا. ثم ختم تعليقه على كلام السفارين بقوله: ومنه يعلم أنه لا تنافي بين شرحه ونظمه، وأن مدعي انقسام الفرقة الناجية إلى 3 ليس مما يقول به ولا يرتضيه ولا يحوم حوله، كما علمت ذلك من قولي أن لفظ الحديث ينافي التعدد. فهذا القول واضح في أن السفاريني لا يرى أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى 3 أقسام. هناك تعليل ذكره بعض المعاصرين أو جواب ذكره بعض المعاصرين، قال إن السفاريني يفرق بين مصطلح أهل السنة والجماعة وبين مصطلح الفرقة الناجية. فالسفاريني يرى أن أهل السنة والجماعة 3 طوائف، ولكن الفرقة الناجية طائفة واحدة كجمع بين هذه، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن السفاريني لا يفرق أصلا بين الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر، الذين هم ما كانوا على الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتحقق لهم النجاة. فهذا الجواب غير مستقيم. As you saw in this video, we presented context. We have shown you how Bro Haji was deceptive and lied, okay? And he's shameless. When you follow this Bro Haji methodology, you become a shameless weasel. You will be exposed. This will be continuous. We won't stop. We'll highlight your fraudulent methodology. Take care. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad.